الحقيقة أنه الإقبال على المتحف القومي للحضارة المصرية من أول يوم بعد افتتاحه كان كبير جدا، من الجمهور اللي بعد العرض الهايل اللي شافوه حبوا يتعرفوا عن قرب عن المتحف وتفاصيله من جوه. سنة حين اتخذ قرار النقل نفسه ارتأت القيادة السياسية ان يكون النقل او الاحتفال نفسه يكون مهيب يليق باسم مصر. احنا مش بنتكلم على مجرد نقل مومياوات، لا احنا بنتكلم على نقل ملوك وملكات حكموا مصر فترة من فترات التاريخ. لازم يكون الاحتفال يليق بهم ويليق بسمعة مصر، وده اللي حدث واللي احنا اشتغلنا عليه من اول يوم، واحنا حاليا في اطار التجهيز لدخولهم فاترين العرض داخل القاعات، وده اللي هياخد مننا اكتر من 15 يوم علشان تكون جاهزه ان شاء الله يوم 18 ابريل وهو يوم التراث العالمي، ان تكون جاهزه ومفتوحه للجمهور وللزوار ان شاء الله. قاعه المومياوات الملكيه مصممه على انها تحاكي المقبره الملكيه، بمعنى ان انا من بره هشوفها اكنها جبل وادي الملوك، ومن جوه هنزل هلاقي نفسي بنزل في سلم منحدر اكني في الفعل داخل على مقبره ملكيه، وتحت هلاقي التجهيزات عامله اكن كل موميا هتبقى في مكان مستقل بذاته كده، ومعاها التابوت لاول مره يتم عرض التابوت التي تم اكتشاف الموميا فيه بجانب الموميا نفسها. مش بس كده، لا ده احنا عندنا كمان بعض الاساس الجنزي اللي تم اكتشافه ويخص بعض المومياوات اللي اتلقت ساعه اكتشاف الخبيئه هيتم عرضها بجانب التابوت والموميا في نفس المكان، وهتبقى دي اول مره ان شاء الله يتم العرض دوت. المتحف القومي للحضاره المصريه به العديد من معامل الترميم المركزيه. الأثر طبعا لما بيبدأ دخوله المتحف القومي للحضارة المصرية بيكون يا إما جاي من متاحف أخرى، يا إما جاي من منطقة حفائر، يا إما جاي طبعا من مخازن. بداية احنا بنستقبل الأثر في عندنا وحدة الاستقبال، المتحف القومي مجهز بوحدة استقبال ذات مواصفات عالمية. طبعا في اولا بيدخل الاثر بيتم تسجيله، بعد كده بيدخل على وحده فض للتغليف، بالاضافه ان هو بعد كده بيبدا يخش طبعا عمليات التعقيم باستخدام الانوكسيا. زي ما حضرتك شايفه هنا في القاعه طبعا موجود عندنا بعض القطع اللي هي الثقيله اللي تم طبعا ترميمها، زي التمثال الملك اللي حضرتك شايفاه دلوقتي للملك اخناتون. التمثال ده من الحجر الرملي وكان موجود عندنا عده اجزاء موجود بالمخزن بالفسطاط، وطبعا لما لجنه السيناريو وقع الاختيار عليه كعرض بدانا نتعامل طبعا مع الاجزاء بتاعه التمثال، وبدانا ننظم طبعا اعمالنا وبدانا نجهز خطه عمل طبعا للتمثال، بدانا مراحل طبعا التوثيق. التمثال طبعا كان موجود في الاقصر في مخازن الشيخ لبيب، وبعد ما طبعا انتهينا منه وبدانا طبعا نعرضه في القاعه كعرض يعني مؤقت، بدا الزملاء طبعا في لجنه السيناريو اكتشفوا ان ليه باقي للتمثال موجود، وهي الذراع طبعا اللي هي الموجوده الذراع اللي هي اليسرى، فطبعا وكانت عده اجزاء، فالحمد لله رب العالمين بدا برضو يعني التعامل معاها، وبدانا طبعا زي ما حضرتك شايفاها بدانا نرجع له الذراع الاخرى، واحنا على امل ان شاء الله احنا يعني بقيه التمثال ان شاء الله بالنسبه للراس وبالنسبه للذراع الثاني. الحمد لله، هو احنا فخورين طبعا بافتتاح المتحف بعد طول الانتظار. احنا بقالنا 3 سنين شغالين في القاعه وقاعه الممس، وكان عندنا القاعه المؤقته كان بيتعرض فيها 4 حرف، فيعني اشتغلنا بصراحه، بس هي طبعا الكوفيد كان عطلنا كتير. فالمتحف يتميز عن بقيه المتاحف ان هو مش مجرد متحف، هو مكان لحفظ التراث من العصور ما قبل التاريخ الى العصر الحالي او العصر الحديث، فهو بيورينا الانسان المصري ازاي كان ادواته اللي كان بيستخدمها حياته كانت عامله ازاي. هي بيحكي قصه من العصور الحجريه ليومنا هذا. اهم المعروضات عندنا نجم عنخ، خطابات نجم عنخ لان هو ليه قصه مهمه وهو تخصصي، لان هو مصنوع من الكرتونيج. انا بالنسبه لي نسيج الكرتونيج والبردي، هو طبعا تم استرداده في 2019، وكان حظ متحف الحضاره ان هو يتم اختياره يعني يعني ان هو نقتنيه هنا عندنا ونعرضه في المتحف، وهو كان مسترد من متحف المتروبوليتان
وطبعا كان بعد طول برضو عناء، لان هو كان خارج من مصر عن طريق حفاير الخلسة وما كانش مسجل بسجلات قيد الاثار، وكان طالع كمان بشهاده مزوره من سنه 1971. ونجم عنخ بيرجع للعصر البطلمي وهو من الكرتونيش ومغطى بالذهب بشكل ادمي وطوله حوالي 2 متر، وبيبقى عليه كتير من الزخارف للمعبودات المصريه زي معبود ايزيس ونفتيس. نقلنا متحف النسيج اللي موجود بشارع المعز، نقلناه كاملا لهنا لمتحفنا، ويتم ان شاء الله قريبا عرضه في قاعه العرض المؤقت.